سؤال ثاني قد يكون استوفي من واقع شرح حضرتك، لكن لا بأس أن تكون الإجابة في هذه النقطة على تكرارها أكثر تبسيطا بالنسبة لعموم غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي. المستثمر له الحق في أن يطرق باب الاستثمار في دولة ما كي يجني أعلى معدل ربح، وهذا ربما يبدو أمرا منطقيا للغاية، لكن ما الذي يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط الذي لديه جملة من الاهتمامات التي تقريبا قد لا تتغير؟ أي مغنم سيعود على المواطن العادي من وراء هذه الصفقة؟ يمكن أعتقد أن أنا أجبت على هذا الموضوع، ولكن خليني أوضحه مرة أخرى. هناك حجم من الأموال والنقد الأجنبي اللي هيدخل علشان يحل الأزمة السيولة الدولارية اللي موجودة النهاردة، وبالتالي من شأن هذا الموضوع أن يبدأ إن من خلال البنك المركزي والحكومة أن احنا نقدر أن احنا نحقق عملية الاستقرار النقدي، وبالتالي نقدر أن احنا نجبح كباح التضخم، ونقدر ان احنا نوقفه، ونقدر النهاردة مع خلال الخطة اللي بنعملها كإصلاحات هيكلية في الدولة ان احنا نستهدف فعلا ان احنا نقضي على التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا. الحفاظ على مستوى الأسعار. نعم، الحفاظ على مستوى طبعا الأسعار. طبعا، والأهم ان احنا نقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري. هذه الخطوة الكبيرة من شأنها انها تساعد على هذا الموضوع. الجزء الآخر واللي احنا بنتكلم عليه، هذا المشروع بحجم الاستثمارات اللي هتبقى موجودة، احنا بنتكلم على خلق ملايين من فرص العمل. مصر كل سنة بتحتاج اكتر من 1,000,000 فرصة عمل جديدة. احنا محتاجين مثل هذه النوعية من المشروعات انها تتكرر في اكتر من مكان، لان فعلا مصر محتاجة هذا الحجم. فان احنا بنقول ان مشروع زي ده بيحقق ملايين من فرص العمل، بالتأكيد هذا جزء اخر. بالإضافة اللي احنا بنقول ان مصر بتوضع على خريطة السياحة العالمية، وان احنا بنتكلم بقى ان احنا حلم ان احنا نصل الى 40 و50 مليون سايح، ويبقى بنضمن ان السياحة دي تبقى مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية، هيتحقق بالفعل مثل هذه النوعية من المشروعات.